آدم عليه السلام لم ينقل أنه كان يعرف الخط ولا يعرف القراءة والكتابة. لذلك يعني يجب أن نعرف أن قضية التعلم والتعليم عندما نحصرها بقدرة على القراءة والكتابة نبخس التعليم حقه، أو بالقدرة على الحفظ وتكرار المعلومات المحفوظة نبخس التعليم حقه. فإن التعليم أكبر من هذا، ومقصوده أعظم من أن يقتصر فقط على القراءة أو الكتابة أو ما أشبه ذلك من المكاسب القريبة.